لله شرع الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. إذا وصلني مقدار من الإرث ولكن لم أستلمه بعد، هل تستقر الحجة الواجبة في ذمتي؟ نعم، إن أمكن استلامه من دون حرج. امرأة كانت ذات عادة مضطربة، سواء ناسية أو مبتدئة، فذهبت إلى الحج ولم تكن تراعي الأمور الشرعية والأحكام التي يجب عليها مراعاتها، ثم رجعت، فما حكم حجها وباقي الأحكام المرتبطة به من الحلية للزوج وغيره؟ إذا كانت طاهرة وقد اغتسلت من الحيض ولو غسل الإحرام مثلاً فلا شيء عليها، وإلا وجب عليها إعادة ما طافته من طواف العمرة والزيارة والنساء وصلوات الطواف بنفسها، أو تستنيب من يأتي بذلك عنها فيصح حجها ويحل لها الزوج. المال المخلوط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا مقداره، هل يجوز الذهاب به إلى الحج؟ يجب في مفروض السؤال تخميسه قبل الذهاب إلى الحج. هل يجب علي الحج مع توفر المال والخوف من أن يطرأ مانع كالدورة الشهرية غير المنتظمة؟ وهل يثبت الحج في ذمتي والحال هذه في السنة القادمة حتى مع عدم توفر المال؟ نعم، يجب الحج مع توفر المال واجتماع الشروط الأخرى، والخوف من طرو الدورة الشهرية ليس مانعاً، فلو لم تحج في الفرض المذكور استقر الحج عليها ووجب في السنة القادمة حتى وإن نفد المال. هل حرمة الرجل من مقاربة زوجته بسبب عدم طوافه طواف النساء تنتهي مدتها بانتهاء شهر ذي الحجة أم لا؟ نعم، بالنسبة إلى الحج دون العمرة. لله شرع الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.